صباح الخير. بتمر الذكرى وما بيبقى إلا الذكريات، صور وأصوات الناس وقلم سمير قصير يلي رسم الحلم بمقالاته. يمكن بوصلة السيادة ضاعت بزواريب السياسة، وربيع بيروت ودمشق غارق بخريف العنف وسلاح المحاور. قبل استشهاده قال سمير قصير: الأحباط منو قدر. إذا كان البعض اختار اللعب بنار السلاح المذهبي والخروج من وصاية للدخول بولاية، فبيبقى صوت سمير قصير والحبر اللي امتزج بدم الشهادة هن البوصلة يلي بتدلنا إلى مبادئ ثورة الأرز القائمة على الحفاظ على الوطن والسلم الأهلي. لبنان يلي منحلم فيه هو دولة القانون القائمة على نهضة اقتصادية انمائية سياحية وثقافية، والبعض بدو إياها جمهورية غير قابل حزن والسويد، دولة مفلسة رهينة المحاور الإقليمية. تقريرنا اليوم بيعكس واقع اقتصادي متردي عم بيعيشه الناس. بالماضي إذا سألنا الناس كم مرة بتترددوا على المطاعم بالأسبوع، كان الجواب مرتين ويمكن أكثر. شو جواب الناس اليوم؟ خلونا نشوف بهالتقرير مع زميلتنا مي فرحات. السؤال يلي كان مقرر توجيهه بهالتقرير: كم مرة بتقصدوا المطاعم بالشهر؟ لترجع الناس وتصحح لنا وتأكد انه يجب تغيير طريقة طرح السؤال لكم مرة بالسنة. مرتين. لا، معي مصاري كل يوم بروح. بهيك وضع ولا مرة بالشهر بالسنة. كل جمعة. ولا مرة. حسب، مرتين ثلاثة حسب ما نكون قابضين معاشاتنا. ولا مرة. أيامك ما بتسمح. كل يوم. أنا ولا مرة، لأنه ما عندي سيارة بالمطاعم. ولا بحياتي بالسنتين ثلاثة لأطلع روح على مطعم. لم يكن الوحيد يلي بيمنع الناس من ارتياد المطاعم، بل خسارة المطاعم لفئة اللبنانيين عم تلعب دورها مؤخرا بشكل كبير، خاصة بظل موجة الوزير وائل أبو فعور على صعيد السلامة الغذائية. بأحسن محلات بأحسن مطاعم كل الجي والتعتير والإلعاد بالمطابخ وكذا، لشو واحد تيروان؟ هلأ انتبه شغلي، بعد أوقات واحد بيضطر أنه يروح بروح، بس أنا أقصد أني يروح على المطعم لا، ما بروح. لشو المطعم؟ على هن زيت الاكل، بستحلي بس لاكل سمك. بعمرنا اولادنا بيروحوا كل سبت، بخلوا مطعم فوتهم بتعرف على كل مطعم. ايه صبايا شباب غير شيء يعني. لا، بحطوا اولادهم عن صنعتهم، انا ما فيني، انا مريضه، يدبروا حالهم، ما تشموا الهواء وياكلوا وينبسوا، انا لا. بس وقت الزوم خليهم عندي على راسي. اذا عزيمه حدا شيء في شيء عرس في شيء كذا، هيدا غير شيء، بس انه هيك مبادره شخصيه قليل. لأنه ما بحب أكل المطاعم. ابني شايف مطبخ وابن التاني شايف حلويات. أكتر شيء السمكة الحرة، بيعمل سمكة حرة تمام. ما بطبخ، جوزي بروح عند أمه. كنا نروح نسهر كل الليل نهار السبت ونرجع نروح نتروق عن بجوني ونرجع نطلع نتغدى بالصحارة ونقضيها يومين ويكاند غير شكل. هلأ بالبيت عنجا خبز وزيتون. شو أي تلفزيون هيدا؟ شو عم تحطوا هلأ لايف؟ لا. اوعها. طيب يلا يا موني، انا مونيه تمام، بيلقطونا بالجرم المشهود. لا حيك. لا سوري. وهالايام الغلا بس رخصوا المطاعم نروح دي اكثر من هيك بكثير. بلا نظهر، بس مش انه مثل غيري كل احد كل احد، لا لمن نظهر رحلات ايه بالمطعم. الأوضاع
المتردية اللي عم تجبر الناس أنها تقتصد من الكماليات حتى تقدر تأمن الضروريات، يحاول البعض وكل على طريقته ترفيع عن نفسهم ولو لمرة بالشهر وبحسب الإمكانيات المتوفرة. برام نتعشى ونشرب كيس وإيدي حسب إذا ما في أكل بالبيت، وإذا الأكل مش طيب بالبيت ما هي بتعمل لي اللي ما بحبهم لحتى أكلهم، سو أنا مش هناك بروح على مطعم. حسب المطعم اللي رايح عليه، إذا في دفع كتير ولا دفع قليل. عندك مطاعم بيطلع على الشخص $70 $80، في مطاعم بيطلع عليك $20. بيطلع على علي على بفيه مفتوح، يعني بيطلع لهوني هيك اكثر شيء $10 $15 ماكسيموم. اذا ما كنت بمطعم دليفري على البيت برجر وهول قصص، اذا دليفري او كنتاكي مثلا الساعة واحدة بالليل وعصير وهيك اشياء يعني، بس انه واحد يطلب وينزل اكل وهيك يعني بدها تطلع الفاتورة شوي محرزة لانه الوضع ما بيسمح لك. حسب ما تقولنا الشباب حسب اشغالهم كمان، نتسلى جمعة حلوة بناكل وبنأرجل وبنضحك شباب جمعة. نعمل مثلا مثل جروبات انا ونحن انا وعديلاتي بيت عمي هيك، ايه بنطلع جنوب مشاوي كذا، ايه بجنوب يعني بالضيعة، مش انه ضروري مطعم. انه مثلا في نسوان ما بتفهم لازم كل جمعتين ثلاثة تروح على المطعم، لا مرتي ما مش من هالنوع هذا. نغير جو نتسلى نقعد، شو كله سياسة سياسة، تلفزيون ما عم نحضر عم نشوف بس اغاني، بنوجع راسنا. بحط الاولاد عند ستهم لانه اذا بدنا نروح مع الاولاد يعني صارت الكلفه اكثر. كل شهرين بنختار يا نحن والاولاد يا نحن مره بالشهر. الستون بالعكس بتنبسط انه بنتها عم تصرفني مصاري. لا انه تروح مطعم عادي ما في، يعني اقل مطعم $100 تتكون هي مبسوطه، ما بهم اذا انا كنت مبسوط. برستيجها ما بيسمح لها الفيسبوك، ما بتنزل على الفيسبوك هي وان كنت سهرانه. نتابع حلقتنا، وعلى مدار الأسبوع تابعنا محطات من المهرجان السينمائي الأشهر مهرجان كان يلي عم بيقدر كل سنة أنه يجمع كبار النجوم العالميين. محاور وبرامج بتندرج بهالحدث الضخم، ومن بيناتها مشاركة مهرجان دبي بالإضافة إلى طرح لآخر أفلام المخرج الفلسطيني ناصري حجاج، والتفاصيل بهالتقرير. حلقة جديدة من داخل مهرجان كان السينمائي. المهرجان منه بس عروض أفلام واحتفاء بالنجوم على السجادة الحمراء، المهرجان كمان بيشهد على نشاطات عديدة تقام ضمن فعاليات المهرجان أو على هامش المهرجان، منها عروض أفلام بسوق الأفلام، لقاءات، حوارات، وكمان حضور عدد كبير من المهرجانات العالمية على سوق كان السينمائي يلي يعد من أكبر أسواق السينما بالعالم، لا بيع وشراء ولا متابعة آخر الإنتاجات السينمائية. من أبرز المهرجانات يلي كانت حاضرة ضمن فعاليات مهرجان كان مهرجان دبي السينمائي يلي حضروا وقاموا بنشاطات عديدة، رح نشوف سوا. المهرجان كان يعطي الفرصة لهذه الفرص اللي هي عادة ما تكون موجودة في مهرجانات أخرى. السوق مهم جدا بالنسبة لنا لأنه يستقطب الكثير من الشركات العالمية، وفي نفس الوقت نجد كل من نريد أن نقابله نجده في المهرجان. طبعا نحن وجودنا فيه كان وجود حيوي، وصلنا هذه 14 سنة نجي سنة بعد سنة. أعتقد وجود كان في السوق وأيضا الأفلام واجتماعات مثل هذه مع صناع السينما العرب وغير العرب أعتقد مهمة جدا. كان ممكن توفر علينا 6 شهور من سفريات إلى لوس أنجلوس ولا العالم العربي أو أوروبا. ففي نفس الوقت أعتقد أن السوق السنة وجود عربي موجود، ممكن احنا دائما نطمع ان الوجود العربي يكون اقوى.
شهدت إحدى أيام المهرجين على جدل واسع حول إمكانية منع عرض مقاطع من فيلم ميونخ حكاية فلسطينية للمخرج الفلسطيني نصر حجاج ضمن فعاليات سوق الأفلام. كان المجلس التمثيلي للهيئات اليهودية بفرنسا كتب لعمدة المدينة واتصل برئيس المهرجين لمنع عرض مقاطع من الفيلم بحجة إنه الفيلم يمس بذكرى الضحايا. الفيلم بيتحدث عن عملية احتجاز رهائن إسرائيليين بميونخ سنة 1972 خلال دورة الألعاب الأولمبية، لكن كل المحاولات باقت بالفشل وتم عرض مقاطع من الفيلم بحضور المخرج. قضية بالنسبة لي قضية كتير ممنوع حد يحكي فيها، لأنه هم من 44 سنة أقنعوا العالم بالرواية تبعتهم والعالم أخذ هاي الرواية وممنوع يسأل أي سؤال آخر، الرغم أنه نعمل 8 أفلام أوروبية وأمريكية من 76 لغاية 2006، آخر فيلم لستيفن سبيلبرغ اسمه ميونخ عن نفس الموضوع، ما عملوا الضجة هاي. الرغم من ذلك مثلا اليوم كتير انبسطت أنه كان المخرج الكبير العالمي كان لوتش كان بالعرض وعجبه وناقشني وقال لي في أشياء كتير بال 14 دقيقة أنا ما كنت أعرفها. القائمين على مهرجان دبي السينمائي مهرجان كان للتحضير لدورة جديدة من مهرجان دبي يلي نحن بانتظاره مع نهاية العام بشهر ديسمبر القادم. هيك بتكون خلصت فقرة السينما لليوم، أنا أشوفكم بحلقة جديدة. باي.